تتم اعتزاز المديريه بالمجهودات التي تدار في التنميه الاعداديه الحاله المسكنه. بطبيعه الحال طاقات هائله في هذه المؤسسه، الشكر موصول لجميع الاساتذه فردا فردا على مجهوداتهم التي نقلت هذه المؤسسه من تجربه معينه الى تجربه ناجحه بامتياز. وهذا من طبيعه الحال بفضل التناغم ما بين اداره المؤسسه والاطر الاداريه والتربويه والتقنيه لهذه المؤسسه. من طبيعه الحال هذه الديناميكيه في الانشطه الى غير ذلك ما هي الا محفز، سواء للمديريه او للمجموعه المفاعلين، الا ان يكون بجانب في جميع انشطتكم في جميع المشاريع. اذا اتمنى من اداره المؤسسه ان تصل هذه الرساله الى الاستاذات والاساتذه باننا نفتخر بهم وبمجهوداتهم. ايضا مناسبه اغتنمها ايضا لتقديم الشكر والثناء الى اطر الانزوا على دعمهم لمجموعه ديال المشاريع التربويه التي عرفتها مؤسسات اقليم تالودان، وخاصه في هذه اللحظه التي نحتفل بها، واحد المناسبه اللي هي عزيزه على المغاربه، لماذا؟ لان كانت حلم تراود جميع المغاربه ان يتم تثمين وترصيد شجره الاريان باعتبارها ضمن التراث اللامادي الانساني، وان تعطى لها المكانه التي تستحقها. ولا يخفى عليكم نحن كمغاربه مدى التصاقنا، وخاصه في منطقه سوس ومنطقه واد نون الى غير ذلك، والمناطق التي تعرف تواجد هذه الشجره، مدى اعتزازنا والتصاقنا سواء ثقافيا وحتى نفسيا بهذه الشجره، باعتبارها كانت ان لم تكن في كغذاء او كوسيله زراعه، وحتى على مستوى علاقتنا بها فيما يخص التجميل الى غيره. فهذه الشجره تم انزالها المكان التي تستحقها. من طبيعه الحال هذا ايضا مسؤوليه علينا نحن كمغاربه بضروره الحفاظ على هذه الشجره، وان تنقل هذه الثقافه الى الاجيال القادمه ان شاء الله، وخاصه الاجيال التي عندها معرفه محدوده جدا بهذه الشجره. اذا اغتنم هذه الفرصه ايضا، لان المراهنه الان ستكون على الانديه التربويه في المؤسسات التعليميه، وخاصه الانديه التي لها علاقه بالبيئه والتنميه المستدامه، لتكثيف الجهود وتكثيف الانشطه لابراز هذه الشجره ومدى حضورها ومكانتها عند المجتمع المغربي. اذا لا اطيل عليكم مادام انه ان شاء الله غادي تكون هناك لقاء يوم غد، باعتبار انه غدا ان شاء الله غادي يكون هو اللقاء ديال الانشطه الموسعه وتمين هذه المبادره، واشكر بحراره جميع الفاعلين وجميع المشاركين في انجاحها، الطاقم الاداري والتربوي والتقني بهذه المؤسسه، واجدد الشكر ايضا للاطر المزوار، شاكرا لهم هذا الدعم وهذه المناسبه، على امل ان يكون دائما مديري الاقليميه راهنا اشاره جميع الفاعلين لنجاح مختلف الانشطه التي تعتزمها المؤسسات التعليميه ولا ننزوى تنظيمها في قادم الايام ان شاء الله. ولكم الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.